واضح ان احنا مقبلين على جولات كسر عظمة بوجود بكل تأكيد. الدوري حيكون على اشده الى نهاية الجولة. نعيد نقول مبروك للاتحاد، مبروك للجماهير الوفية اللي حضرت اليوم، هارد لك للنصر وجماهير نادي النصر. النصر فريق كبير، حتى لو خسر من الاتحاد قادر على العودة باكتمال عناصره، قد يعود النصر. لكن علامة استفهام في مثل هذه المباريات غياب العناصر المهمة والعناصر اللي انت يعني تتمنى ظهورها في مثل هذه المباريات. لا تتوقع ظهور لاعبين في مباريات أقل. غارسيا موجود منذ بداية الموسم لا ينتصر على الفرق الكبيرة، هذه نقطة لابد أن النصراويين يحطوها في حسبانهم. ولا مباراة أمام الفرق المنافسة غارسيا قدر الانتصار فيها عكس نونو سانتو. مبروك للاتحاد، مبروك لمدرج الاتحاد، وهاردك للفريق النصراوي.